يجب أن ننظر نظرة استراتيجية للوضع. ما ممكن أن أنا برأيي حتى وإن كان قلة الإطلاقات المائية اليوم إحنا لا نراهن أنه على شط العرب يرجع قناة عذبة، لأنه كمية المياه الواصلة من دول الجوار قليلة. لذلك إذا تنظر إلى الكارون الآن إمداداته صفر، والإمدادات الواصلة من دجل فرات لا تستطيع دفع اللسان الملحي للمستقبل. فعلينا أن نفكر للمستقبل بمشاريع استراتيجية تحلية مياه البحر. يمكن البعض يقول أنه المشروع القرض الياباني، العفو القرض البريطاني، هذا كان هو ممكن مجلس وزراء صوت عليه ولغرض إكمال مشروع، لكن مع الأسف أنه الشركات اللي ذكرت شركات غير عاملة بموضوع تحلية المياه، والمبلغ كان كبير، وعدم إشراك الحكومة المحلية بمشروع محلي يمس حياة المواطن، هذا يعني أنا أعتقد غير صحيح.